عن متابعة ملف مصانع جيشور الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية مع البشمهندس أمجد جبر مدير مكتب سلطة جودة البيئة في طول كرم. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير بشمهندس أمجد. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخيرات. أهلا وسهلا. يعني نحن نتحدث عن مصانع جيشور التي تعتبر الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، هي مصدر متواصل في بث سمومه في الهواء الكرمي، وذلك بسبب أنه كذلك يسبب أمراض السرطان نتيجة الاحتراقات والحرائق المتكررة للمواد الكيميائية داخل هذا المصنع. وبالتالي كيف تتابعون هذا الملف وبضرورة اعتباره فعلا خطرا حقيقيا محيطا بالكل الكرمي؟ أول شيء صباح الخير. صباح الخير إليك ولكل مستمعين راديو الفجر وتلفزيون الفجر، وشكرا كثير لكم على اهتمامكم في كل المواضيع اللي بتخص المواطن الكرمي، وبشكل خاص مواضيع اللي بتأثر على البيئة وصحة المواطن. طبعا بالنسبة لموضوع المنطقة الصناعية الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين وأراضي الوقف في محافظة طول كرم، طبعا احنا متابعين هذا الموضوع من حوالي يعني من عام 2013. طبعا احنا كسلطة بيئة اشتغلنا على محورين، المحور الاول اللي هو محور قانوني، والمحور الثاني اللي هو محور بيئي. بالنسبة للمحور القانوني طبعا احنا قمنا بجمع كافة البيانات والشكاوى واصحاب الاراضي، وعملنا كمان في بالتعاون مع جامعة النجاح عملنا زي فحص، أخذنا عينات من الدم، عينات من الحليب من المواطنين القائمين في المنطقة. طبعا أي شخص عنده أعراض أمراض صدرية أو جلدية، طبعا جهزنا ملف ورفعناه لدائرة شؤون المفاوضات أيام المرحوم الدكتور صائب عرقات، وتم رفعه للأمم المتحدة. طبعا حاليا إحنا بعد الحريق اللي تم يوم الجمعة الماضي، طبعا هذا حريق يتكرر كل عام وبشكل متعمد، بتم انه حسب ما استفسرنا من العمال في المنطقة انه بتم جمع النفايات البلاستيكية والنفايات الخطرة والمواد الكيماوية، وبتم حرقها على اساس انه ما يكلفوا حالهم ويودوها على مكب نفايات خاص. طبعا هم بيختاروا يوم جمعة سبت بيكون فيش طلاب جامعة ولا مدارس، كمان اتجاه الرياح بيكون غربي بحيث انه يأثر على اهل طول كرم واهل المنطقة المحيطة. طبعا معالي الدكتورة نسرين التميمي مباشرة اجت بحضور نائب عطوفة المحافظ ولجنة التنسيق الفصائلي، وزرنا المنطقة وشفنا شو الاضرار. وطبعا احنا نسقنا مع عطوفة المحافظ، اليوم في عندنا اجتماع في بلدية طول كرم مع رئيس البلدية على أساس بدنا نعمل ورشة نجمع كافة المواطنين في المنطقة اللي عنده أي شكوى أو ضرر أو عنده حتى كوشان أو ملكية، على أساس نجمع هاي المعلومات كلها في ملف ونرفعها. الجديد في الموضوع أنه إحنا طبعا كسلطة جودة بيئة وكدولة فلسطين وقعنا العديد من الاتفاقيات البيئية. طبعا هاي الاتفاقيات البيئية بتنص أنه أي ضرر أو أي خطر من دورة الاحتلال هي التي ستحاسب وتسأل عنه بصفتها الدولة اللي هي مسيطرة على الأرض. فإحنا إن شاء الله يعني شغالين في هذا الملف زي ما حكيت. وطبعا في ملف قضائي بنرفع من قبل أصحاب الأرض ومن قبل وزارة الأوقاف على أنه طلب إخلاء هاي المناطق لأنها هاي أراضي وملكية خاصة. طب يعني بصراحة سيد أمجد، إلى أي مدى هذه المتابعة من وجهة نظركم ستكون أداة ضاغطة لأن يكون هنالك تحرك، خاصة يعني أن هنالك خلاف على موضوع هذه الأرض وعلى موضوع وجود هذه المصانع، وبالتالي يعني إلى أي مدى أنتم هنالك لديكم يقين أن في هنالك قانونية وشرعية في ربما وضغط كذلك في الخطوات التي تتبعون وأنها ستحقق شيئا ما على أرض الواقع، خاصة وأننا نعاني من سنين طويلة وليست وليدة اليوم؟ يعني زي ما حكيت لحضرتك، إحنا اللي تغير هاي الفترة إنه إحنا وقعنا على اتفاقيات
مثل اتفاقية بازل، اتفاقية نوتردام. هاي الاتفاقيات يمكن احنا او يمكن المواطنين حسوا بأثرها، خاصة في موضوع تهريب النفايات. يعني قال اي سيارة بتم ضبطها نهرب النفايات من داخل المحتل بتم مباشرة ارجاعها حسب الاتفاقيات الى المصدرها، وبتم طبعا محاسبة ومعاقبة أي شخص بيقوم بهذا العمل. هلأ إحنا بالنسبة لموضوع قيشوري زي ما حكيت، طبعا دولة الاحتلال بتقول إحنا دولة بنحافظ على البيئة ودولة نظام ودولة قانون وديمقراطية. فضمن هاي الاتفاقيات الآن إذا رفعنا بالصور والوثائق لهاي المؤسسات، طبعا هاي المؤسسات كلها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية، فهذا إحنا متأكدين أنه راح يشغل ضغط كبير. نفس الوقت طبعا تم رفع قضايا وتم تعزيزها حاليا من أجل إخلاء هاي المصانع واستعادة الأرض لأصحابها الأصليين. فإحنا يعني متفائلين إن شاء الله راح تكون في نتائج ملموسة في القريب إن شاء الله. هذا ما نتمنى، خاصة وبعد تكرار حدوث وقائع الحرائق في هذا المصنع ووجود هنالك استزاء من المواطنين بشكاوى بصراحة الدخان المتصاعد، ونحن نعلم مدى خطورة هذا الدخان وسمومه المبثوثة في الهواء الكرمي. إجمالا أشكرك جزيل الشكر البشمهندس أمجد جبر مدير مكتب سلطة جودة البيئة في طول كرم، شكرا جزيل الشكر لك. أهلا وسهلا بك، شكرا لك.